histotube. Histology will be simple. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم دكتورة شيرين حامد، مدرس الأنسجة والخلايا بطب المنصورة، وإن شاء الله النهاردة ناخد براكتيكال أوف إبيثيليوم. المفروض النهاردة إن شاء الله هنعرف الديفرنت تايبس أوف إبيثيليوم، نعرف الأنواع المختلفة للإبيثيليوم، وهنتعرف على الكومبوننتس بتاعة الإبيثيليوم في الأورجانز، وناخد الكلاسيفيكيشن بتاع الإبيثيليوم سواء اللي بيغطي أو بيبطن الأورجانز، ونعرف الديفرنت تايبس أوف إبيثيليوم. انواع الابيثيليوم زي ما خدنا في النظري، في حاجه اسمها الكفرنج ابيثيليوم. الكفرنج ابيثيليوم يا اما بيكون بيغطي الجسم من بره او بيبطن الاورجانز. وفي نوع تاني اسمه نيورو ابيثيليوم، ده ابيثيليوم اتحور بشكل معين عشان يستقبل سنسيشن، يستقبل الاحساسات للاحساسات الخمسه، الحواس الخمسه بتاعتنا. والنوع الثالث اللي مش مكتوب هنا اللي هو الجلاندولار ابيثيليوم، بس ده مش هنشوف له شرايح. يبقى احنا النهارده ان شاء الله هنشوف الكفرنج ابيثيليوم والنيورو ابيثيليوم. ايه انواع الكفرنج ابيثيليوم؟ نوعين. نوع بيكون الخلايا عامله طبقه واحده بس اسمه سيمبل ابيثيليوم، ونوع الخلايا واقفه صفوف فوق بعضها فبيبقى اسمه ستراتيفايد. كلمه ستراتم يعني طبقه، ستراتيفايد يعني طبقي، طبقات فوق بعضها. اما سيمبل بسيط هي طبقه واحده. السيمبل ابيثيليوم اللي هي الخلايا طبقه واحده على حسب شكل الخليه، لو خليه مبططه تبقى اسمه زي قشرة السمك يبقى اسمه سيمبل سكويمس، سكويمز يعني قشرة، سيمبل سكويمس. لو خلية مكعبة يبقى اسمه سيمبل كيوبيكال. لو الخلايا عمدان زي الكولمن كده جنب بعضها يبقى اسمه سيمبل كولامنر. وفي نوع كاذب نشوفه نفكر ان هو كذا طبقة بس هو في الاساس الخلايا كلها واقفة على صف واحد اسمه سودو ستراتيفايد. سودو يعني كاذب، النسيج الكذاب. سودو ستراتيفايد كولامنر، خلايا كولامنر واقفة زحمة جنب بعضها عاملة اكتر من طبقة اسمه سودو ستراتيفايد كولامنر. يبقى دي الاربع انواع بتاع السيمبل ابيثيلي. طب الاستراتيفايد، الاستراتيفايد في استراتيفايد سكويمس كيراتينايزد عليه كيراتين، واستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد مش عليه كيراتين، والترانزيشنال ابيثيلي. دي الثلاث انواع بتاع الاستراتيفايد اللي احنا هناخدها. في استراتيفايد كولامنر بس مش علينا له سلايد، مفيش شريحه له معانا. اول حاجه سيمبل سكويمس. يعني ايه سيمبل ويعني ايه سكويمس؟ سيمبل يعني طبقه واحده من الخلايا، وسكويمس يعني الخلايا مبططه فلات سيلز وسفلات نيوكليوي زي ما احنا شايفين كده قدامنا. شايفين اول خط قدامنا ده، اي اول حاجه تميز الابيثيليوم عن اي تشو تاني ان بنلاقي فيه تجويف كده في النص لانه بيبطن الاورجان. ففي في النص الليومن الفراغ الابيض اللي احنا شايفينه ده هو الليومن، تمام؟ يبقى دي حاجه بتميز الابيثيليوم ان هلاقي فراغ ابيض كده الليومن، وبعدين الاقي اول طبقه قدامنا دي اول طبقه تحت الليومن على طول فيها نيوكلاي، بتبقى فلات نيوكلاي مبططه بالشكل ده، دي السيمبل ابيثيليوم سيمبل سكويمس. طبعا هتقولوا لي كل ده سيمبل سكويمس، ايه ده كل ده سيمبل سكويمس؟ لا، بقيه الطبقات اللي تحت دي، ده الخاص الشريحه دي شريحه اورطه. احنا واخدين عارفين السيمبل سكويمس بيبطن البلاد فيسلز ويبقى اسمه اندوثيليوم. ايه اكبر بلاد فيسل عندنا في الجسم؟ هو الاورطه. فاحنا خدنا عينه شريحه من الاورطه وثبتناها كده عشان نشوف اول طبقه بعد اليومن، فهي دي الطبقه اللي متبطنه بسيمبل سكويمس. امال ايه الحاجات اللي تحت دي؟ ايه الحاجات اللي لونها احمر دي؟ دي بقيه الطبقات بتاع جدار الاورطه، تمام؟ يبقى اما الاقي شريحه كده لونها احمر كده نصها باين في اليومن ونصها في خطوط حمراء كده، نشوف اول طبقه دي، اول طبقه قدامنا فيها نيوكلس فيلات كده ومبططه سيمبل، اول طبقه الرفيعه اللي انا مشاور عليها بالسهم دي، وادي النيوكلس الفيلات الصغيره دي، كل دي سيمبل سكويمس ابيثيلي. يبقى بيتميز ان هو سنجل خط واحد ويفي بينك لاين من السيتوبلازم. السيتوبلازم يبقى خط بامبا كده اللي احنا شايفينه قدامنا ده، والنيوكلس بتبقى فلات نيوكلس اللي احنا شايفينها دي، وبلجنج كده ايه
وسكاترد ات انترفال، يعني موجود بينهم مسافات، واحده هيت واحده هنا كده مثلا، واحده اهي كده، بيبقى ايه فلات نيوكلياي بالشكل ده، هنا واحده تانية. يبقى الصوره ما الاقي نصها ابيض ونصها احمر بالشكل ده، واول خط ابص عليه الاقي فيه فلات نيوكلياي بالجنج كده هنا، كل حتت اللي لونها مزرق دي نيوكلياس طبعا بيبقى لونها ازرق، فده يبقى سيمبل سكويمس. الشريحه التانية الجميله دي برضو شريحه مش بتتكرر، مفيش المنظر ده عندنا غير هنا. نيوكلياي، شايفين النقط الزرقاء دي؟ نيوكلياي مدوره اهي، نيوكلياي مدوره، صف واحد من النيوكلياي مدوره بس لافف عامل دايره كده، متجمعين ملفين مع بعض كده، عاملين ايه دايره، عاملين فوليكل، ومجمعين في سيكريشن، في افراز كده في النص. فدي الخليه الوحيده عندنا، الابيثيليوم الوحيد اللي بيكون فيه، الابيثيليوم الوحيد اللي بيكون عندنا بالشكل ده، الخلايا متجمعه وفي سيكريشن في النص، الجلاند الوحيده اللي بتخزن السيكريشن جواها كده اكسترا سيلولار، يعني عاملين فوليكل ومخزنين السيكريشن بتاعها جواها، هي الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند فيها متكونه من فوليكل، حوالي مليون فوليكل كده، من شايفين الثايرويد جلاند متجمعه عامله فوليكل، دي اسمها فوليكل. فوليكل يعني حويصله، كوره كده، لما نقطعها كروس سيكشن تبان بالشكل ده. الخلايا وز راوند نيوكلياي وعامله دايره كده، ومجمعه السكريشن بتاع الهرمون الثيروكسين جوه، بحيث الانسان لما ايه يحتاج الهرمون الثيروكسين بقى هو متخزن وموجود يخرج على طول. تمام، يبقى ده سيمبل كيوبيكال الثايرويد جلاند. كلمه كيوبيكال فيها النقطه دوت دوت، قلنا يبقى موجود في الدكت بتاع الميديم سايز اللي هي حجمها ميديم، زي ما سيمبل كيوبيكال يعتبر هو ميديم. الاو الاوفري موجوده في الاوفري بتاع اليونج فيميل، بنت صغيره برضو، بيبقى الاوفري بتاعها متغطي بسيمبل كيوبيكال. والتي يعني ثايرويد جلاند، والتي يعني تيوبيولز اوف كيدني، رينال تيوبيولز. هنا الاكزامبل اللي معانا هو السيمبل كيوبيكال بتاع الثايرويد جلاند. يبقى النيوكلياي كل نقطه من دي خليه، ما حدش يقول لي ان كل الكبيره دي خليه، لا كل نقطه زرقاء من دي خليه. خلاص، السيلز هاف راوندد نيوكلياي سراوندنج ا كافيتي، كافيتي دوت ايه فيه هوموجينس، ماده لونها ايه احمر كده، هوموجينس ولونه احمر يعني اسيدوفيليك، ومتجانسه درجه واحده كده، هوموجينس اسيدوفيليك سبستانس. طب نيجي هنا، ادي الليومن موجود، فراغ ابيض موجود، يبقى نشوف ايه اللي تحت الفراغ الابيض. شريط من الخلايا، خلايا شايفه عامله شريط متنيه طبعا كده، الابيثيليوم هنا مش مفروض متني بالشكل ده. فين النيوكلياي؟ شايفين النقط الزرقاء الغامقه قوي دي، الخط اللي انا مشاور عليه بالسهم الازرق الغامق ده، دي النيوكلياي. فين النيوكلياي؟ موجوده في البيز، شايفين بيزال نيوكلياي موجوده في البيز، كل اللي مشاور عليه ده نيوكلياي واقفه صفوف جنب بعضها، يبقى خط واحد من الخلايا سيمبل، والنيوكلياي بيزل والخليه طويله، بقيه الخليه موجوده عمدان جنب بعضها، كل خليه من دي عمود عمود جنب بعضه طبعا كتير جدا، والميكروسكوب الضوئي يعني ما بيبقاش تكبيره عالي قوي، فبنشوفها زي ما احنا شايفين كده صفوف جنب بعضها، يبقى خلايا عمدان والنيوكلياس بيزل، يبقى سيمبل، وصف واحد يبقى سيمبل كولامنر. لو تلاحظوا الخلايا هنا باهته، السيتوبلازم باهت شويه، ان مليان ميوكس بتفرز ميوكس، يبقى سيمبل كولامنر سيكريتوري. سيمبل كولامنر سيكريتوري كلمه اس سيكريتوري في الاستومك، يبقى الخلايا هنا طول وذ بيزل اوفال نيوكلياي، الخلايا بتبقى خلايا طويله كولامن عمدان وذ بيزل اوفال نيوكلياي، والسيتوبلازم بيل باهت ليه؟ لان في الميوكس، واحنا عارفين الميوكس ده عباره عن جلايكوبروتين يعني كربوهيدرات بيدوب اثناء التحضير بالاتش اند اي، فيبان بالشكل اللي احنا شايفينه قدام ده، بقى سيمبل كولامنر سيكريتوري. موجود فين سيمبل كولامنر سيكريتوري؟ في الاستومك، لان الاستومك تفرز ميوكس عشان يحميها من الاحماض بتاع المعده. طيب الصوره الجميله اللي قدامنا دي، ادي الفراغ الابيض، اليومن، نشوف ايه اللي تحت اليومن على طول،
احنا شايفين دلوقتي نيوكلياي كتير كده زحمة، الله ده ايه ده، ده استراتيفايد ولا ايه؟ استراتيفايد ابيثيليوم؟ لا ده مش استراتيفايد ابيثيليوم. ليه؟ لان الخلايا دي كلها الزحمة والنيوكلياي اللي في كذا ليفل دي كلهم واقفين على خط واحد، على ممبرين، بيزمنت ممبرين واحد. طالما كلهم واقفين على بيزمنت ممبرين واحد يعني كلهم صف واحد، بس في زحمة الخلايا، فخلايا النيوكلياس بتاعتها بقت تحت وخلايا النيوكلياس بتاعتها بقت فوق. فالنسيج ده كذب علينا، بين لنا ان هو استراتيفايد، بس هو في الاساس مش استراتيفايد، هو في الاساس سيمبل، لانهم كلهم كل الخلايا واقفه على بيزمنت ممبرين واحد، فيبقى اسمه النسيج الكذاب سودو استراتيفايد كولامنر. سودو يعني كذب علينا، بين لنا ان هو استراتيفايد وهو في الحقيقه سيمبل، سودو استراتيفايد، والخلايا عمدان، بيبقى اسمه سودو استراتيفايد كولامنر. مفيش عندنا سودو استراتيفايد غير كولامنر، سودو استراتيفايد كولامنر. وايه اللي فوق ده؟ الخلايا اللي طلع لها ايه؟ الشعر اللي طلع لها دي، ده اهداب سيليا، شايفين حاجات انا مشاورة عليها دي، الاهداب او السيليا، فيبقى اسمه سودو استراتيفايد كولامنر. وفي سيليا سيلياتد، سودو استراتيفايد كولامنر سيلياتد. ده مش بس كده، كمان ده بدأ يظهر فيه فراغات كده، كور كده موجودة في الابيثيليوم ده، يعني كمان معاه جوبلت سيلز. الكور دي كور كده، خلايا كأسية مليانة ميوكس، كاس مقلوق، كاس كده بيبقى واسع من فوق وضيق من تحت ومليان ميوكس، والميوكس بيظهر فراغات البيضة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، شايفين الكرة دي، شايفين الكرة الجميلة دي، ده السودو استراتيفايد كولامنر. وفي سيليا سيلياتد ويز جوبلت سيل، وفي جوبلت سيل موجود فين؟ النسيج الكذاب، فاكرين كده قلنا لكم ان كان في فيلم كرتون كده لولد بيكذب، فكان مناخيره بتطول، فهو موجود في من اول النوز، والنفس بقى داخل للنوز، للتراكيه، للبرونكاي، الشعب الهوائيه، فكل ده سودو استراتيفايد كولامنر سيلياتد وذ جوبلت سيل. وطبعا السيليا وظيفتها انها اي بارتكلز، اي تراب، اي حاجات صغيره دخلت جوه التراكيه تطردها وتخرجها بره، والجوبلت عشان تفرز طبقه ميوكس، طبقه الميوكس دي بحيث اي بكتيريا اي تراب داخل يلزق في طبقه الميوكس ما يدخلش للرئه، والسيليا تبدا تطرده بره. سودو استراتيفايد كولامنر سيلياتد ويز جوبلت سيل. الاكزامبل اللي هنا موجود في التراكيه، شايفين الابيثيليوم مفرود ازاي؟ مش متني زي بتاع الاستومك، بتاع الاستومك تلاقي الابيثيليوم طالع ونازل كده متني عشان يزود السيرفس اريا، اما هنا التراكيه طبعا عايزينها تبقى واسعه ومفروده، فالابيثيليوم مفرود بالشكل ده. سودو استراتيفايد كولامنر سيلياتد ويز جوبلت سيل. خلاص يبقى قلنا السيلز ار اوفر كراودد، في زحمه، بات ستيل اتاتش تو ذا بيزمنت ممبرين، كلهم ماسكين في البيزمنت ممبرين، وان بيزمنت ممبرين، النيوكلياي اوكيوباي ذا وايدست بارت، النيوكلياي موجوده في الوايدست بارت اوف ذا سيل، كل خليه الصغيره فالنيوكلياس بتاعتها بتبقى تحت، والخليه الطويله النيوكلياس بتاعتها بتبقى فوق شويه، عشان كده السيلز ايه، النيوكلياي ابيرز ات ديفرنت ليفلز. وفي سيليا بروجكتنج من الفري سيرفيس، ادي الشعر اللي طالع ده السيليا وذ جوبلت سيل. طيب الشريحه اللي بعد كده، ادي اليومن، ادي الفراغ الابيض ده اليومن، تحته في ابيثيليوم، شايفين الابيثيليوم هنا؟ شايفين بقى عدد الطبقات؟ ادي البيزمنت ممبرين اهو، شايفين اللون اللي تحت ده؟ ده كونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو موجود تحت الابيثيليوم، كل الطبقات اللي احنا شايفينها دي ابيثيليوم، خلايا فوق بعضها. لا خلاص بقى ما عدناش هنقول ده كاذب، لا دي خلايا مترصصه صفوف فوق بعضها، فاسمه استراتيفايد ابيثيليا، طالما الخلايا في الصفوف فوق بعضها يبقى استراتيفايد ابيثيليا. ابص على التوب لاير، التوب لاير لو تلاحظوا فيها نيوكلياي، شايفين الصوره؟ شايفين نيوكلياي عامله ازاي؟ مبططه ورفيعه قوي، شايفين النيوكلياي؟ فلات نيوكلياي بتاع السكويماس، يبقى ده اسمه استراتيفايد سكويماس، يبقى اسمه استراتيفايد سكويماس. ده بيتميز بحاجه جميله قوي كمان، ان البيزمنت ممبرين بتاعه مموج كده، شايفين عامل امواج ازاي؟ مش ماشي ستريت، يبقى عباره عن ويفي بيزمنت ممبرين، يبقى حاجه بتميز الاستراتيفايد سكويمس انه ويفي بيزمنت ممبرين، طبقاته كتير جدا ممكن توصل ل 30 طبقه من الخلايا فوق بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه، والتوب لاير بتبقى سكويمس، يبقى بيتميز النسيج ده بويفي بيزمنت ممبرين، عارفين زي الستاره كده، شايفين الستاره؟ شوف هو من فوق يعني مش مموج من فوق، اما من تحت مموج بالشكل ده، يبقى ويفي بيزمنت ممبرين.
البيزا اللاير بتبقى بيزوفيليك لونها غامق شويه، شايفينها لونها اغمق من اللي فوقها لان فيها ريبوزومز واري ار كتير، لانها هي اللي بتجدد وتكون بقيه الطبقات. فبيبقى كولامنر وسبيزا الاوفال نيوكلياي، شايفين نيوكلياي مترصصه جنب بعضها ازاي. الميدل لاير طبقات اللي في النص بتبقى راوندد نيوكلياي زي ما احنا شايفين، نيوكلياي بتبقى مدوره كده، فهي خلايا بوليجونال وذ راوندد نيوكلياي. اما التوب لاير سوبرفيشال لاير لو تلاحظوا نيوكلياي رفيعه قوي مبططه، فلات نيوكلياي بتاعه السكويماس ابيثيليوم اسمه ستراتيفايد سكويماس. هل يا ترى فوقه طبقه تانية من الكيراتين طبقه لونها احمر كده خلايا ميته كيراتين؟ لا مفيش، هي خلايا سليمه وفيها نيوكلياي هي، بقى ده ستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايزد. ممكن يجي لك صورته في الامتحان، ممكن يقول لك ايه الاماكن بتاعه. ستراتيفايد سكويماس نان كيراتينايزد موجود في الويت سيرفيسز، الحاجات اللي محتاجه حمايه عندنا. طبعا هي اكتر حاجه بتحتاج حمايه الجلد، فالجلد عليه طبقه كيراتين. طب الحاجات اللي بتحتاج حمايه بس مش زي الجلد قوي، الاورال كافيتي، الفم بتاعنا كده، التجويف الفمي ده الاورال كافيتي، اي فتحات خارجه كده فاتحه على الجلد بيبقى استراتيفايد سكويماس نان كيراتينايزد. الاورال كافيتي، الانال كانال، التيرمينال بارت اوف يوريثرا، كل الحاجات اللي هي فاتحه على السيرفيس، الكونجنكتيفا اللي هي ملتحمه العين، كل الحاجات اللي فاتحه على الجلد كده، الفتحات بتاع جسمنا دي كلها ويت يعني فيها ميوكس كده مبلله شويه، فكل دي استراتيفايد سكويماس نان كيراتينايز. طب المنظر الجميل ده ويفي بيزمن تمرين، شايفين البيزمن تمرين مموج ازاي؟ شايفين الامواج دي التعريجات الصغيره دي، البيزمن تمرين مموج ده وسيله من وسائل التثبيت، يعني الكونكتيف داخل في الابيثيليوم، كونكتيف تيشو داخل في الابيثيليوم مشبكين في بعض عن طريق الويفي بيزمنت ميمبرين ده، فدي وسيله للتثبيت عشان يثبت النسيج ده. النسيج ده من اقوى الانسجه عندنا في الابيثيليوم. اللي لونه بنفسجي قدامنا ده، ده الخلايا، خلايا كتير طبقات كتير جدا فوق بعضها، فوقها بقى حاجات كده خطوط خطوط، احنا مش شايفين نيوكلياي ولا شايفين اي حاجه، لونها احمر عشان مليانه بروتين، فالبروتين بيبقى لونه احمر اسيدوفيليك. فالطبقه الفوقانيه الكبيره دي كيراتين، طبقه كيراتين. يبقى النسيج ده ملاقي ويفي بيزمنت ممبرين شريطين فوق بعض كده، وادي اليومن في النص، شريط بنفسجي دي خلايا ستراتيفايد سكويماس، الاقي فوقها طبقه الكيراتين اقول ستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد ابيسيلي. يبقى شبه النان كيراتينايزد بالظبط، البيزال لاير بتبقى كولامنر سيلز وسبيزال اوفال نيوكلياي، والميدل لاير بيبقى بوليجونال، والتوب لاير بتبقى سكويماس سيلز، بالاضافه بس ان في سيك عشان طبقه سميكه، سيك ولونها احمر اسيدوفيليك هورني لاير اوف كيراتين، يبقى طبقه من الكيراتين بالشكل ده. طب النسيج الجميل بقى اللي قدامنا ده، النسيج ده نفس الكلام، ادي اليومن في النص اهو، في بقايا مثلا حاجات موجوده جوه اليومن، ماشي اليومن فراغ ابيض اهو، خلايا بدات تظهر كذا طبقه كده من الخلايا بس مش كتير، يبقى كذا طبقه من الخلايا يبقى اسمه ستراتيفايد، وخلايا كبيره بالشكل ده، شايفين كل خليه قد ايه، خلايا كبيره بالشكل ده وذ راوند نيوكلياي، والتوب لاير، والتوب لاير بتبقى خلاياها برضو كبيره بالشكل ده، وعدد طبقاته مش كتير، والبيزمنت ممبرين بتاعه مش ويفي، مش مموج زي التاني، ماشي ستريت اهو، هو ماشي مع الايه، لو في تانية فوق يعني الابيثيليوم متني فهو زي قضيب القطر كده، يعني الخط اللي فوق ده متوازي مع الخط اللي فوق متوازي مع الخط اللي تحت، يبقى ده ستريت بيزمنت ممبرين. الابيثيليوم اتنى فالبيزمنت ممبرين اكيد هيتنى، بس مش زي التاني، التاني كان الخط اللي فوق ستريت واللي تحت مموج، الويفي بيزمنت ممبرين موجود في الاستراتيفايد سكويماس، اما هنا ستريت بيزمنت ممبرين، شايفين الخط، شوفوا الحته اللي ستريت دي، ادي خط ستريت اهو واقف عليه الخلايا، ومش واضح قوي زي التاني، وخلايا كبيره وطبقاتها مش كتير ب 6 ل 8 لير بس، فده يبقى ترانزيشنال ابيثيليوم. ترانزيشنال ابيثيليوم البيزمنت ممبرين بتاعه مش واضح قوي، نوت كلير اندستنكت، وبيبقى ستريت مش ويفي، طبقاته من 4 ل 8 لير. البيزل لاير بتبقى كولامنر بس قصيره شويه، شورت كولامنر، والميدل بتبقى بوليجونال، والتوب لاير لارج، شوفوا خليه كبيره ازاي، لارج، شايفين خليه قد ايه، لارج كيوبويدال سيلز، واحيانا تبقى باي نيوكليتد ويز كونفكس ابر بوردر، البوردر اللي فوق بيبقى كونفكس كده محدب، والبوردر اللي تحت بيبقى مقعر عشان يا ايه يضم الخليه الفلاسك شيبد اللي تحتها دي، شايفين
بوردر مكعر من تحت عشان يضم الايه، ياخد مكان، يسيب مكان للفلاسك شيبد اللي ايه السيلز اللي موجوده دي. يبقى ملاقي بسيليوم كذا طبقه فوق بعض كده، اقول ان ده ستراتيفايد. لقيت البيزمنت رين ستريت والخلايا عددها مش كبير، وخلايا واضحه وكبيره قوي كده، التوب لاير خلايا كبيره كده، يبقى ده ترانزيشنال ايبيثيليوم. اخر شريحه معانا النهارده، ادي اليوم الموجود اهوت، وادي مستطيلات كده، شريحه مميزه قوي، بتتميز ان التست باد اللي هي براعم التذوق موجوده في حاجه اسمها بابيلا فولياتا. اللسان بتاعنا كل واحد كده لو بص على اللسان بتاعه هيلاقي اللسان بتاعه خشن من فوق، اللي في حاجه اسمها بابيلي. البابيلا دي يعني حاجه بروزات كده موجوده في اللسان من فوق، بتبقى مثلثه في الهيومن. في بقى في الرابت نوع من انواع البابيلي بتبقى مستطيلات كده، زي ما احنا شايفين، شايفين المستطيلات الكبيره، الثلاث مستطيلات قدامنا اهو، دي اسمها بابيلا فولياتا في التانج بتاع الرابت. ايه اللي موجود فيها ده؟ في، شايفين الكور اللي على الجناب دي؟ شايفين الكور اللي على الجناب دي؟ في كور باهته كده، هنا ثلاثه هنا الناحيه دي، وفي ثلاثه الناحيه دي كده، ونفس الكلام. الكور دي عباره عن النيورو ابيثيليوم او براعم التذوق او التيست بادز. براعم التذوق بتبقى عامله شبه البصله كده، كور فتحه الشكل كده، كذا واحده موجودين، شايفين يعني اللي في النص دي فيها ثلاثه على اليمين وثلاثه على الشمال. كل كره من دي اسمها النيورو ابيثيليوم او براعم التيست بادز او براعم التذوق. يبقى تيست بادز ابير اوفال، مدوره كده، اوفال بيلر باهته، اوفال بيلر ستراكشر زين ذا سراوندنج، باهته عن الخلايا المحيطه بيها، موجوده محاطه بايه الابسيليوم ده، نوعه ايه، الطبقات الكتير ده. واحنا قلنا في الماوس التانج اللسان والماوس والحاجات دي يبقى فيها ابسيليوم نوعه ايه، ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد في الغالب. يعني بيتكون من ثلاث انواع من الخلايا. التست بادز دي بتتكون من سنسوري سيلز، خلايا بتحس تستقبل احساس، بتبقى سنترال نارو سيلز، خلايا بتبقى موجوده في السنتر يعني محميه بالسبورتيف، السبورتيف بيبقوا على الجناب والخلايا المهمه تبقى في السنتر، يبقى السنسوري سيلز بتبقى موجوده في السنتر واطرافها مدببه والنيوكلاس بتاعتها فلات اند دارك. السبورتنج سيل بتبقى على البريفري والنيوكلاس بتاعتها بتبقى باهته بال نيوكليوس. والبيزل سيلز في خلايا بقى بتبقى صغيره كده في البيز، مسؤوله عن التجديد بتاع الخلايا التانيه. اي خلايا تبوظ او تموت سواء السنسوري او السبورتنج، مين اللي هيجددها؟ البيزل سيلز. ودي من رحمه ربنا بينا، عشان لو واحد مثلا شرب حاجه سخنه قوي مثلا فالتست بادز اتاثرت والخلايا ماتت، مين اللي يجددها؟ هل بيفقد التذوق مدى الحياه؟ لا، بتتجدد على طول عن طريق البيزل سيلز. وبكده يبقى انتهينا من الابيثيليوم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.